بعد ال 20 جنيه انت ما قلتليش عملت ايه بال 20 جنيه الاول؟ انا خدت بقى ال 20 جنيه وال 200 التانيين بقى عندي 220. انا انت ما كنتش صرفت منهم حاجه ال 20 جنيه؟ لا ما فيش. انت بتقفش جامد في الفلوس. مش قافش، انا اديتهم لامي وانا مش عايزهم. يعني في نيتي ايه شريتهم لك؟ مش عايزهم. وبصرف بقى، باخد مصروفي من والدي وكده عايز زي اخواتي يعني. نعم. بس انا معايا 220 في الصندوق. 220 باسمي يعني. طيب بس انا اديتهم للوالده الله يرحمها، وانا مش في دماغي ان انا اخدهم ال 200 كمان. جات اخدتهم اديتهم. اول مبلغ خدته من البطوله، من بطوله حققتها في النادي كان كام؟ كان 3000 جنيه. 3000 جنيه؟ بطوله الدوري. فريق الاول. فريق الاول. في الناشئين؟ في الناشئين. 300 جنيه. 300 جنيه. يبقى كنت الاول خدت 20 وبعدين 200 وبعدين 300. ايوه. طب انت هتلعب كوره تاني؟ وبعدين 3، ما بلعبش كوره عشان كده. خدت 3000 جنيه. ايوه. 3000 جنيه بقى كانوا حاجه بالنسبه لك حاجه؟ لا انا اتجوزت قبل الثلاثة كمان. اتجوزت قبل الثلاثة؟ ما انا كان معايا 220. كان 220 بالنسبة لي ثروة. جابوا ثلاثة قوط. لا بالنسبة لي ال 3000 دول يا كابتن مصطفى يعني كانوا حاجة مش مستوعب. انا مش مستوعب الفلوس دي بتخش يعني. انا في دماغي بلعب حاجة بحبها وبستمتع بيها وكمان بيجيلي منها فلوس. فالموضوع بقى بالنسبه لي بقى ايه؟ حافز كبير جدا. حاجه بحبها وبتكسبني بعيد عن ان انا نفسي بقى. فكنت بموت. اللعيبه بتاعت الايام دي تسمع الكلام ده. كنت بموت نفسي في الملعب. انا لو حكيت لك، انت كنت موجود يا كابتن. انا بشوفك طبعا. انا كان ليا الشرف ان انا لحقت يا كابتن مصطفى من الاجيال طبعا. كابتن انا عملت لك كام جول يا بدري؟ جونين بس يا كابتن. جونين بس؟ ما انت كنت بدري قد كده، هعمل لك. ما انت يا كابتن واخد على الكورسات، وانا انت عارف انا طياره في الكورسات. ايه الجونين اللي انا عملتهم لك؟ عملت لي جول في ماتش المحله. ايوه. وجول في ماتش البارز الكيني. مظبوط. كره عرضيه كده طلعت لعبت بدماغي، شفت عشان تعرف ان انا بلعب بدماغي كويس. ده على فكره الروبرتس الكيني ده كان السرد باكات عاليه قوي. كلهم كانوا طولك يا كابتن. كلهم. بس انا كنت بقول لك صاروخ في النط في الجامب، كنت عالمي. ايه حاطط رجلك سوست ولا ايه؟ كان في سوستين عربيه تحت رجلي، طلعت لعبت بدماغي. هم قال لك مش هيطلع. بالظبط كده. بس حضرتك كنت عاملها لفه قاطع من ورا. رحت قاطع على السته ورحت طالع عامل دماغي كده وجبت جول. طيب.